رويال كيو هو عبارة عن روبوت للتداول الآلي، يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستعمل خوارزميات رياضية معقدة جعلته من أفضل روبوتات التداول المستعملة لحد الآن. فهو عبارة عن تطبيق يتم ربطه مع منصة باينانس أو منصة هوبي أو كوين باس، ويقوم بالتداول على مدار 24 ساعة نيابة عنك. بعد ربطه بالمنصات المذكورة، يعتمد على عشرات استراتيجيات التداول معدة من طرف خبراء في هذا المجال، تختلف من حيث حجم التداول ومن حيث نسبة المخاطرة، لتكون في نهاية المطاف مناسبة لكل متداول كلا حسب رأس ماله. كما يمكنك إنشاء واتباع استراتيجية محددة تقوم أنت بإنشائها. يعتمد على إدارة رأس المال بالطريقة التي تحددها أنت له، ومن ثم فهو يفتح صفقات ويغلقها على ربح بناء الاستراتيجية التي تحددها أنت، بعيدا عن المؤثرات النفسية التي تؤثر في قرارات المتداول. ويمكن القول بأنه يحقق متوسط ربح بحسب رأس مالك وبحسب وضعية السوق، فهو يعتمد على تداول يومي بربح يتراوح بين 0.5% أو أكثر، وهو مبرمج على عدم البيع بالخسارة، أي أنه لا يغلق أي صفقة أبداً بخسارة. وفي حالة نزول السوق فإن هذا الروبوت يشتري العملة بنسب محددة أنت من يحددها مسبقاً، ويبيعها عند صعود السعر ويحقق أرباح بنسبة محددة ومدروسة توضعها أنت أو صاحب الاستراتيجية التي تعتمد عليها. أما إذا نزل السوق فإن رويال يقوم بالتعزيز في الصفقات عدة مرات حسب النسبة أو الاستراتيجية التي تختارها أنت، وعند ارتفاع السعر يقوم الروبوت ببيع جميع هذه الصفقات التي اشتراها بالهبوط ليحقق لك أرباحا مضاعفة أكثر وأكثر. سوف نتعرف في هذا الفيديو على طريقة استعمال بوت رويال كيو. ادخل إلى رابط التسجيل من وصف الفيديو لكي تتمكن من تحميل التطبيق والتسجيل بالبريد الإلكتروني. هذه واجهة الموقع. أدخل البريد الإلكتروني واضغط على Send Verification Code ليصلك كود إلى البريد الإلكتروني. أدخل البريد وانسخ الكود والصقه في التطبيق. الآن أدخل كلمة السر، وهنا ستجد كود إحالة إذا كنت قد دخلت إلى التطبيق عن طريق رابط دعوة. اضغط على Register، حل الكباتشا، والآن حمل تطبيق من جوجل بلاي أو أب ستور حسب هاتفك. قم بالتحميل وفتح التطبيق. سجل الدخول بالبيانات التي سجلت بها قبل قليل لتدخل إلى البوت. بالأسفل اضغط على مور، واضغط على أسيت وهي المحفظة. اضغط على ديبوزيت لإيداع المبلغ، ومن ويذدرو يمكنك السحب أيضا. بالضغط على إيداع ستجد عنوان الإيداع. قم بنسخ الرابط لكي تتمكن من إرسال 120 دولار على الأقل إلى البوت. الآن اضغط على Activate بعد الشحن، واضغط على Confirm واختر الدولة. إذا لم تجدها في القائمة اضغط على Other، ثم اضغط على Confirm، والآن وافق على الشروط واضغط على Activate لأن عليك ربط حساب Binance مع البوت. اضغط على API Pending واختر المنصة إما Binance أو Huobi. مثلا اختر منصة Binance لتظهر لك واجهة الربط. انتقل الآن لمنصة باينانس إذا كان لديك حساب فيها. اضغط على مور لعرض المزيد من الخيارات، واضغط على API Management وهو كود يمكنك إنشاؤه لربط المنصة مع التطبيقات الأخرى. يمكنك تحديد الصلاحيات التي تريدها. أدخل اسم التطبيق الذي تريد ربطه مع الباينانس، وهنا سيطلب منك التأكيد برقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وسيعطيك كود لرقم الهاتف وكود للإيميل عليك إدخاله.
ثم اضغط على Submit. الآن يعطيك API Key و Secret Key. اضغط على Edit، انسخ الكود وادخله في البوت في خانة API Key، ونفس الشيء بالنسبة لSecret Key. الآن هذه الصلاحيات التي يمكنك أن تعطيها للروبوت. الخيار الأول لا يمكنك التعديل عليه، أما الخيار الثاني هو خيار التداول، عليك تفعيله ليتمكن البوت من التداول. الخيار الثالث هو لسحب الأموال، لذلك لا يفضل أن تفعل إلا خيار التداول والخيار الأخير فقط. وهنا عليك إدخال API الخاص بالروبوت والموجود هنا على منصة باينانس، ثم اضغط على Confirm، ثم اضغط على Save. الآن أكد العملية بالضغط على Get Code للحصول على كود. أدخل الكود ثم اضغط على Submit. تم الآن الربط. ادخل للروبوت وأيضا اطلب كود للتأكيد بالضغط على Send. انسخ الكود الذي تم إرساله لبريدك الإلكتروني والصقه ووافق على الشروط، ثم اضغط على Bend. من الخيار الثاني بالأسفل ستجد عملات عليها طلب وعليها نسبة ربح عالية. اختر أي عملة واضغط على Start. يمكنك قبل البدء تغيير الإعدادات بالضغط على Trade Setting والتعديل على الإعدادات والضغط على Save. ويمكنك هنا تحديد مبلغ أول عملية شراء، وعدد 7 هو عدد المعاملات، وهذه نسبة الربح وهي 1.3%، و0.3 تدل على أنه لن يبيع عند انخفاض النسبة عن 0.3. وهنا يظهر لك نسب المعاملات. أول عملية كم مرة يتم الشراء عند انخفاض السعر عن النسبة؟ مثلاً في العملية الأولى يتم الشراء مرتين عند انخفاض العملة عن 3.5%، وهنا يظهر لك أرباحك من خلال الدعوات التي قمت بها، أي كلما حصل أحد من الأشخاص الذين قمت بدعوتهم على ربح ستحصل أنت على نسبة 20% من هذا الربح، وتظهر في محفظتك على البوت، ويجب عليك إرسال الأرباح إلى منصة باينانس فوراً لرفع رأس المال الخاص بك ولضمان عدم ضياع الأرباح.